نحن تواعدنا مع ابنائنا وقلنا لهم باللي باش يعني السلطات المحليه ستواكبكم الى غايه يعني الانطلاقه الفعليه واعاده فتح السوق وفتح السوق عفوا يعني بكامل محلاته. واعطينا التعليمات وان شاء الله يعني الكل يعلم باللي باش حنا كنا في عمليه نتاع القضاء على السكنات الهشة، يعني هذه اللي ممكن يعني خلاتنا شويه نكونوا مشغولين بامور اخرى، فمن الاسبوع القادم ان شاء الله سنتفرغ للقضاء لتجارنا وسنعمل معهم على تنظيم هذا السوق وإعادة فتحه، وإذا كان هناك بعض الإشكالات أو بعض المشاكل سنعمل على حل حالتها في الوقت المناسب إن شاء الله. فنقول لهم ونطمئنوهم باللي باش حنا ما نخليوهمش، رانا معاهم حتى يعني إذا كان فيه بعض المشاكل ستدرس بالجدية اللازمة وستتخذ القرارات اللازمة كذلك من أجل تسهيل عمل تجار.